بوم. Hello everyone. How's it going? Great. Good. Fine. Okay. Yeah. نبدأ the second term بunit 7 اسمها ايه؟ Into the countryside. Into the countryside. Country. بص التي والأربع منهم ازاي؟ Into the countryside. يس يلا بينا جميل نشوف اول حاجه عندنا هنا الفوكاب في ليسن 1 فلاور بص الاي ار اعمل لها بوز كده فلاور بلانت بص بي مع ال انفخ بقك بلانت اديله الهواء بلانت جميل بلانت اللي هو ايه النبات العشب بقى او الحشائش grass grass بص الجي والار grass اوكي tree قلنا تي ار تقول خالتي عمتي tree river اي ار تاني اهي من اخوات البطه تديها بوز بطه river يلا one more time flower plant grass tree river the countryside اللي هو الريف تعال نشوف هنا يا شباب park علشان دي p for pen لازم اطلع الهواء park والr خبيها كده كده شفايفك مدوره park ما ينفعش بقى اقول بارك لان انا لو قلت بارك هكتب كده ودي معناها ينبح او يهوهو زي الكلب يعني يبقى دي اسمها بارك رينبو لازم اطول في الاثنين لان عندي اي اي تعمل لونج اي وعندي او دبليو تعمل لونج او فبقولها ازاي رينبو رينبو جميل عندي هنا sky. Sky. The sky is blue. المقعد الطويل ده اسمه bench. Bench. Beautiful. Beautiful. جميل. هنا الريدنج بتاعنا بقى يا شباب. البنوتة دي بتسأل على جدتها في التليفون بتقول لها ايه؟ Where are you grandmother? انت فين يا تيتا؟ Where are you grandmother? يبقى انت لو عايز تسأل اي حد في الدنيا تقول له انت فين؟ تقول له Where are you? انت فين؟ Where are you? ده reading يا شباب كلنا نكتب على البيج دي reading من هنا ورايح بقى الترم التاني هركز قوي مين بيبعت لي الريدنج ومين ما بيبعتش اللي بيبعت على طول هو اللي هيشارك مسابقه الترم الثاني اللي عليها سحب الموبايل مش ده الترم الاول الترم الثاني هنعمل حفله وهيبقى في سحب على الموبايل اللي ما بيبعتش الريدنج ما بيدخلش المسابقه اتفقنا Where are your grandmother Where are your grandmother I'm in the park أنا في الحديقة. I'm in the park. I'm in the park. It's beautiful. It's beautiful. جميلة أوي الحديقة. There is a rainbow. There is a rainbow. In the sky. In the sky. There is a rainbow in the sky. There is a rainbow in the sky. There is a rainbow in the sky. ايوه برافو هتسالها بقى بتقول لها ايه Is there a bench in the park Is there a bench in the park هل في مقعد طويل في الحديقه دي قاعده عليه فعلا اهي راح تقول لها ايه Yes there is Yes there is I'm on the bench now انا قاعدة عليه دلوقتي اهو Is there a bench in the park Is there a bench
there is. Yes, there is. أيوة في. I'm on the bench now. I'm on the bench now. I'm on the bench now. أنا قاعدة على البنش دلوقتي حالا. Is there a river? Is there a river? هل يوجد نهر؟ No, there isn't. No, there isn't. لا مفيش نهر. هقرا مرة على بعضها كده. Where are you, grandmother? Where are you, grandmother? I'm in the park. It's beautiful. برا الوحدة. Where are you, grandmother? I'm in the park. It's beautiful. There is a rainbow in the sky. Is there a bench in the park? Yes, there is. I'm on the bench now. Is there a river? No, there isn't. تعال بقى. علشان عندنا حاجة مهمة جدا لازم تركز فيها. ده الجرامر المهم قوي بتاع اليونت. نقول yes there is او no there is. نركز قوي بقى عشان قلنا ده جرامر مهم جدا جدا جدا. قلنا لو عايز اقول كلمة يوجد اسمها ايه يا نور؟ there is. دي يوجد للمفرد. there is. ممكن نكتبها كده وممكن نختصرها كده. There is. There is. جميل قوي. There is دي لازم اجيب بعدها A او an طالما في اسم مفرد. لان قبل الاسم المفرد لازم A او an. خليها لازقة في اللسان. قبل الاسم المفرد لازم A او an. خليها لازقة في اللسان. او ان دول ليهم معنى ولا مالهمش؟ معناهم ايه؟ وان. عشان كده بيجوا مع الاسم المفرد. طب تيجي كده هنعمل هنا نهر. عايزين نقول يوجد نهر. نقولها ازاي؟ برافو. There is a river. There is a river. There is a river. جميل قوي. طب ادي there is a. طب مثلا هنا ها نقول ايه؟ برافو. There is an apple. Apple خدت ان مش ا عشان اولها فاول. There is an apple. There is an apple. يبقى قلت يوجد نهر. There is a river. يوجد تفاحه. There is an apple. طب ركز بقى معايا قوي. لما نيجي نعمل سؤال هنعمل ايه؟ بدل ما هي there is هنخليها ايه؟ is there a river? Is there a river? يبقى هنا اخرها question mark عشان ده سؤال. طب يلا نعمل من دي سؤال. نقول ايه؟ is there an apple? Excellent. Bravo. Is there an apple? Is there an apple? هل يوجد تفاحة؟ طب يلا بينا بقى نشوف كده السؤال ده. Let's draw a flower. وبعدين نرسم ايه بقى؟ بي نحلة. وهنسأل السؤال هنقول is there a bee؟ هل توجد نحلة؟ Is there a bee on the flower? On the flower. هل توجد نحلة فوق الوردة؟ قلنا is there. دي نجاوب عليها بإيه بقى؟ Yes there is. Oh no there isn't. Yes there is. Oh no there isn't. يبقى هنا نجاوب إيه؟ Yes there is. Yes there is. خلي بالك ان yes لازم تبدأ بحرف capital عشان اول الجملة. وبعد yes لازم اعمل comma. وفي اخر الجملة بتاعت yes نحط full stop. طيب يلا نعمل سؤال تاني. هنعمل هنا tree. هنا شباب عملت tree وهسأل عليها. هقول is there a river? Is there a river? هل يوجد نهر؟ هقول ايه بقى الاجابه ايه؟ No, no
there isn't. No, there isn't. برضو جملة no لازم تبدأ بN capital عشان أول الجملة, وبعد yes أو no لازم نحط comma, وبعدين في الآخر بحط full stop عشان دي جملة مش سؤال, واللي أوله no آخره not. يعني isn't دي ما تنفعش غير في جملة no بس, ما ينفعش في جملة yes نقول yes there isn't. لا, yes there is أو no there isn't. hey يلا نبص على كتابنا كده نشوفه هيجيب لنا ايه. Is there a tree? Is there a tree? Is there a river? Is there a river? Is there a flower? Is there a flower? او بيسألنا هنا بيقول Is there a river? Is there a river? No, there isn't. No, there isn't. Is there a flower? Is there a flower? Yes, there is. طيب هنا flower مفرد ولا جمع؟ مفرد. يبقى يا لارين هقول is ولا are؟ is. is there a flower؟ علشان flower مفرد. yes يا محمد. yes there is ولا yes there isn't؟ yes there is. برافو عليك. isn't دي بتاعت no. يا اياد yes ولا no there isn't؟ No, عشان في isn't في الآخر يبقى دي no there isn't. برافو. River. River. Bench. Bench. Beautiful. 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 Park. 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 Plant. Plant. Flower. Flower. Rainbow. Rainbow. Grass. Grass. Tree. Three. دي الكلمات اللي هنسمعها في السيشن الجاية ان شاء الله. هنا شباب يا ساجة هقول is there a tree. excellent. ساجة محمود no there isn't. excellent. no there isn't. هنرتب هنا امرنا read order and write. نقول ايه؟ Where are you? أين أنت؟ برافو. Where are you? اللي قصادها رسندا. Number two. أقول I am. I am. On. On. The bench. I'm on the bench. يعني أنا قاعدة على البنش على المقعد الطويل. I'm on the bench. جميل. أسيل فياض نمبر 3. يا سلام على الجمال. Is there a river? هل يوجد نهر؟ Is there a river? اوكي قمر. يلا دكتورة لجاي. يا سلام على الجمال. No there isn't. نور look read and complete. there is a there is a bench in the garden. قولي الجملة كلها نور. برافو. there is a bench in the garden. يلا بريفيه. there is a rainbow. جميلة. rainbow مكتوبة طبعا عندي فوق. rainbow. يلا حلق. نمبر 1 كلمة ايه يا قلبي دي؟ rainbow. يبقى نعمل نمبر 1 عند rainbow. نمبر 2 يا منة كلمة ايه؟ sky. السماء. yes نمبر 2. يلا جميل. ايل نمبر 3 كلمة bench. yes يبقى نعمل نمبر 3 bench. برافو عليك. بيبقى جايب واحدة زيادة عشان يلخبطني طبعا مش هتلخبط. اقرالي كلمتين يا اياد واختار واحدة. park tree. which one? park. yes good job. ادهم. park.
read both of the words. Grandfather, grandmother, yes. Which one? Grandmother, yes. Yusuf, is there a flower? Yes, there is. Bravo. Muhammad Hamdi, is there a river? No, there is. No, there isn't. Excellent. Iyad Bash, look and scramble and write. Spell tree. T R double E ننطقها بقى tree. جميل ايوه كده. ميزو park P for pen A pa R K K P A R K park. يلا يد sky S K Y. Good job sky. Good job. يلا عموري grass G R A double S grass. ممكن اقول لكم معلومة مهمة عن grass دي يا شباب. احنا لو عندنا شجرة هنقول there is a tree. لو عندنا حديقة هنقول there is a park. لو عندنا عشب نقول there is grass. خلي بالك من الكلمة grass، ما تاخدش آ ولا آن لانها اسم لا يعد، ملهاش مفرد ولا جمع. يبقى انت تعرف ان ممنوع نقول there is a grass. نقول ايه؟ there is grass. There is grass. طب ليه؟ تقول لي عشان هو اسم لا يعد. تقول لي ليه؟ عشان اسم لا يعد. جميل. countryside يا حمو. O N D فنان يا ولد. countryside. يلا بينا. مين اللي وراه؟ قول يا حمو. يلا bench E N H bench. Yes, good job. Amuri rainbow. I N W rainbow. Excellent. Next. اللي بعده. يلا كلمة ايه دي؟ plant. Plant. يلا مالك. L plan N plant. Good job. ده شباب في الكتاب. بص بقى في البوكلت لما تاخدوها، عارف ان انتوا لسه ما خدتوها، هتاخدوها بقى هتعمل ايه في البوكلت؟ لما ناخد البوكلت هنعمل فيها الهوم ورك ده. countryside park bench rainbow river beautiful plant grass flower tree. Number one يا مؤمن كلمة ايه دي؟ river اللي هو النهر. برافو عليك. Number two يا زيزو كلمة ايه دي؟ bench المقعد الطويل. برافو. ياسين اسلام كلمة ايه يا ساجة دي؟ قولها countryside. countryside كله يقولها يا شباب. countryside. قولها كذا مرة يا ياسين. countryside. الريف. countryside. اوكي قول يا ياسين اللي بعديها. طيب plant اللي هو النبات. yes. who's next؟ يلا يا شعبان كلمة ايه يا صديقي دي؟ rainbow. قوس قزح. yes. يلا يا علي park الحديقة. براب. هنا شباب ده نبات، هنقول ايه يا جوليانا؟ plant. spell plant P L A
N T. ننطق الكلمة بقى. Plant. Yes. جميلة. يلا بينا. جنبها مين؟ يلا يا قلبي قولي grass. G R A double S. Grass. Yes. Good job. يلا نقول flower. Flower. F L O W E R. ننطقها بقى. Flower. جميل. يلا بينا يا جميل. روح. Tree. T R double E. ننطقها بقى. Tree. جميل. يلا بينا يا فريد. Supply the missing letters. Park. R. Yes. Beautiful. U. Rainbow. من جنبك. يلا بينا يا رود. Rainbow. اللي ناقص. What's the missing letter? Rainbow. B. Yes. Bravo رود. Flower. يا منا. Flower. Oh yes. احنا قلنا there is a او there is an. خليها لازقه باللسان. There is من غير a ولا an بقى. يبقى يجي بعدها اسم لا يعد زي ما قلنا يوجد عشب. نقول there is grass. يلا نقول الجمل دي بقى. There is a bird in the tree. There is a bird in the tree. There is a river in the park. There is a river in the park. There is an ant in the grass. There is an ant in the grass. There is grass in the park. There is grass in the park. Is there? Is there? نجاوب عليها بيس there is or no there isn't. Yes there is or no there isn't. برافو. Is there a fish in the river? Is there a fish in the river? Yes there is. Yes, there is. Is there a boy on the grass? Is there a boy on the grass? No, there isn't. No, there isn't. Maria. There is a space in the tree. B, bird, dog. Bird. There is a bird in the tree. Yes. يلا بينا مين اللي عليه الدور يا شباب؟ قول يا ساج من الاول بقى. انت قلتي يلا يا قلبي قول. There is a or an river in the park. A عشان river بتبدأ بconsonant. Yes. يبقى there is a river in the park. يلا يا ساج. There a cat in the box. يبقى there a. There is عشان cat مفرد. ركزي شوي. There is a cat in the box. ساجا محمود. There is a flower space the park. In under on in the park. يلا نفتكر حروف الجر يا شباب. In. In. اعمل زي يلا. In. In. On. On. Under. Under. Next to. Next to. Behind. Behind. Between. 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 واحد بين اتنين. أو حاجة بين حاجتين. أهو حروف الجر هوريها لك أهي. بص prepositions حروف الجر يا شباب. قلنا كده نقول إيه. In. In. On. On. Under. 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 Next to. Next to. Next to. Next to. Behind. Behind. Behind يعني خلفة. Behind. 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 Between. 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 واحد بين اتنين. واحد بين اتنين. أو حاجة بين حاجتين. أو حاجة بين حاجتين.
يبقى نقولهم بقى مرة كده يلا. In. In. On. On. Under. Under. Next to. Next to. Behind. Behind. Between. 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 واحد بين اتنين. واحد بين اتنين. أو حاجة بين حاجتين. In. In. On. Under. Under. Next to. Next to. Behind. Behind. Between. Between. In. In. On. Under. Under. Next to. Next to. Behind. Behind. Between. Between. مجانين. Between. Is there a bee on the flower? Is there a bee on the flower? Is there a bee on the flower? هل يوجد وردة على نحلة على الوردة؟ No. There isn't. احنا قلنا is there دي نجاوب على yes there is او no there isn't. طب يلا اسيل فياض. Is there a lemon on the tree? No there isn't. No there isn't. يا ميرنا is there a cat in the river? No, there isn't. دول يا شباب بتوع البوكلت. دي آخر صفحة في البوكلت وانت عرفت الهومورك بتاعك. لحد ما تاخد البوكلت هتنزلي بالكلمات دي في الكراسة بتاعتك. تمام؟ اهي الكلمات بتاعتنا دي هتنزل بيها تبص عليها في الفيديو وتنقلها وتنزل بيها. Countryside. Countryside. Park. Bench. Bench. Rainbow. Rainbow. River. River. Beautiful. Beautiful. Plant. Plant. Grass. Grass. Flower. Flower. Tree. Tree. Kida, our session has come to the end, and when we finish, we always say goodbye.